خدمات مجانية مختلفة تقدمها شركة آسيا سيل للاتصالات لزوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام بمحافظة كربلاء، تنوعت ما بين توفير مراكز الاتصال المجاني وشحن الهواتف النقالة ومراكز للمفقودين والدلالة بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة، فضلا عن توفير خدمة النقل المجاني للزائرين، إلى جانب توزيع الكمامات والكفوف والبروشورات التوعوية على الزوار بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر العراقي. بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية تقدم شركة آسيا سيل مجموعة من الخدمات المجانية للزائرين الكرام، واليوم من مركز مفقودين في شارع شهداء تابع العتبة الحسينية المقدسة تم توفير خدمات الاتصال المجانية للزائرين الكرام بالتعاون مع العتبة الحسينية، كذلك تم توفير كرفانات أمانات وشحن للموبايل للزوار تخدم في الساعة الواحدة أكثر من 10,000 زائر، عدد الكرفانات 6 كرفانات، كل كرفان يحمل أكثر من 1,000 شاحنة. أيضا تم توفير خدمة النقل المجاني للزائرين في عموم مداخل كربلاء، أيضا تم توفير باجات للأطفال في حال فقدانهم ويتم الاتصال بذويهم، تم توزيع الفلايرات التوعوية والمنشورات، تم توفير أيضا خطوط للزائرين الأجانب الوافدين إلى كربلاء، خدمات متنوعة متعددة تقدمها شركة آسيا سيل، تم أيضا توسيع الشبكة لتوفير أفضل خدمة انترنت واتصال للزائرين خلال الزيارة. تقوم جمعية الهلال الأحمر العراقي فرع كربلاء والفروع المساندة بتقديم الإسعافات الأولية إلى زوار أربعينية الإمام الحسين، حيث تقوم بالتعاون مع شركة آسيا سيل بتوزيع الكمامات والكفوف والمعقمات. من جانبهم أشاد زوار الأربعين بمستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل الشركة، والتي لم تتوقف على مدى أيام الزيارة لما لها من دور كبير وبارز لدعم الجهود الرسمية والشعبية لإنجاح هذه المناسبة الدينية. خدمات كلش حلوة يعني مميزة يعني زينة. هذه الخطوات والتكاتف ما بين شركة الاتصال والعتبة الحسينية وأيضا الهلال الأحمر، إضافة إلى الجهود بالقوات الأمنية، وهذه التفاصيل كلها تكون هي سبب بإنجاح هذه الزيارة. شركة آسيا سيل اليوم أثبتت نجاحها داخل محافظة كربلاء بتوزيع هذه الخدمات. الخدمة اللي نقدمها خدمة كبيرة بعد إيصال المفقود إلى ذويه من خلال عدة وسائل، منها اتصالات المجانية، ونشكر من هذا المنبر مالتكم شركة آسيا باعتبار يجهزون المركز في الزيارات المليونية، خاصة زيارة أربعينية الإمام الحسين، بالأجهزة والاتصالات المجانية اللي من خلالها يمكن إيصال المفقود إلى ذويه بأسرع وقت ممكن. جهود متميزة وعمل بارز ودؤوب ومتواصل لشركة آسيا سيل خلال زيارة الأربعين، سعيا منها لخدمة الزائرين. من كربلاء، طارق خفاجي، قناة الرشيد الفضائية.